نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافا سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019، حيث تضمن عددا من الإنجازات أبرزها كان تحسن مؤشرات كل من الأداء الاقتصادي والبنية الأساسية للقطاع، بجانب تنفيذ العديد من مشروعات التحول إلى المجتمع الرقمي. وذكر المركز أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لهذا القطاع شهد تحسنا، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع ليصل ل 93 مليار و 400 ألف جنيه، كما ارتفع إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة وصلت ل 9.1%، فضلا عن ارتفاع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة وصلت ل 24.3%.